كوارث حقيقية نتيجة عدم الاهتمام واللامبالاة. حي العين بتسوس يسكنها أكثر من 1000 نسمة يعانون في صمت جراء تسربية المياه القذرة من قنوات الصرف الصحي في الشارع الرئيسي منذ أكثر من سنة، رغم الشكاوى المتكررة للمواطنين إلا أنها باءت بالفشل والأمر لا يزال على حاله. مياه قذرة وروائح كريهة تنبعث من هذه القناة قد تسبب أمراضا خطيرة للمواطنين. عطب بداخل القناة تسبب بخروج هذه المياه القذرة على الطريق، وخصوصا أنه يعبره الكثير من المواطنين. شكاوي كثيرة ووعود كاذبة من السلطات المعنية بالأمر، فقد كان تدخل الديوان الوطني للتطهير هنا ولكن لم يتم إصلاحها بشكل جيد. تلاميذ هذا الحي لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم عند عبور هذه المياه بالطريق، وفي فصل الشتاء يزداد منسوب المياه القذرة لهذه القناة إلى 1 ملم، حيث أنه يتحول الشارع إلى مستقع تغمره المياه القذرة والروائح الكريهة التي تعود عليهم، الأمر الذي أثار استياء الساكنة، أين أصبح الأمر يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية وينذر بوقوع كارثة بيئية. سكان حي العين يحملون المسؤولية إلى الديوان الوطني للتطهير هنا بجيدة ومصالح البلدية بسبب قدم الشبكة وغياب الرقابة عن مختلف المشاريع المحالية مع خطوط شبكات المياه الصرف الصحي داخل هذا الحي. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم، الان نتواجد بمنطقة العين بتسوست. اهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي، صباحك سعيد. انتم سكان يعني متواجدون هنا بمنطقة العين تشاهدون هذا المنظر الشنيع، خروج يعني قنوات لصرف المياه، روائح كريهة يعني ولا احد التفت منكم، ماذا تقولون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه الظاهرة التي ترونها نعيشها منذ عام، ونحن نتحرك ونكتب شكاوي للسلطات البلديات للرؤساء المعنيين بهذا الأمر المهم. هذه الظاهرة كارثة، حشاكم حشاك دركم الخماج راهو يخرج للطريق، الناس راهم مضرورين، الدراري الصغار راهم يعديو منا يرصعوا الخماج هذا يدخلوه حتى لديارهم. الكورونا ما دارت لناش كيما دارت لنا هذه الظاهرة هذه. احنا واش نطالبوا؟ نطالبوا الاجراءات، نطالبوا من السلطات المعنيه بهذا الامر تتخذ الاجراءات اللازمه على الفور لاصلاح هذه القناه، لاننا شبهنا كالروائح الكارهه في عز الصيف في عز الشتاء في فصول الاربعاء، وهذه الطريق العامه يفوت عليها ب 1000 نسمه من السكان، سكان تاسوس، سكان جيجل، سكان الطاهر، اي مكان، وشافوا الظاهره هذه وقالوا باللي رانا احنا ما راناش نشكيو، احنا شكينا، رحنا للبلديه اللي جيجر، رحنا للولايه، رحنا للبلديه الاميره عبد القادر، رحنا للسلطات، حتى الجيران المانيين واللي يخدموا بيداتهم في المصلحه هذه ويشكنوا هنا راهم معنا في الحي وما قدروش يتحركوا. أين يتواجد يعني الخلل في هذه القناة حتى أصبحت يعني خروج يعني روائح كريهة ومياه إلى وسط الطريق؟ أين يوجد الخلل أو الخطأ في هذه القناة؟ الخلل يعني يثبت في القناة، في قناة الصرف الصحي ما هيش مخدومة بمواصفات اللازمة ديالها، راهي مخدومة بتيو كما نقول لكم أنا مام با 60 كاينو 30 سنتيمات ديامتر ديالو راهو صغير، والله شارج تاع السكان هنايا راهي ما تكفيش لهذه القناه، والقناه هذه راهي تكسرت دروك، راهي تمشي على التراب ما راهيش تمشي في التويو، راهي هبطت الارض راهي كيما راهي مشقوقه،
وجاو شافوها السلطات المعنيه وصوروها وداروا لها الاجراءات ديالها لك، ووعدونا باش يجيو شحال مره يصلحوها وبا مايا. جا المقاول اللي شد المشروع هذا باش يخدموا وبا مايا. رانا عايشين في هذه الظاهره لمده عام وحنا نشكيو، طلقناها في الفيسبوك. ماذا سيدي ماذا يقولون لكم عند اتصالكم بهم وياتون اليها الى هذه الحفره يعني لاصلاحها؟ ما هو الكلام يعني اللي يقولوا لكم؟ ما نتهموهمش، على كل حال روحنا لهم قالوا لك نجيو نديروا الاجراءات، تاخذوا اجراءات بعثوا لنا شركه اونا اللي تسرح القنوات، تسرحوا يمشي يومين ثلاث ايام عاود يولي نفس الحكايه، عاود يخرج فوق الطريق. الاجراءات هما اللي باش يجيو يخدموها يصحوا الخطا هذا، يعاودوا القناه من جديد. هما لا يجيو يسرحوها يكوفريو لنا باش نسكتوا حنا اوب ويغبروا، ما يزيدوش يجيو يخدموها ولا يشوفوها ابدا. احنا اللي رانا نسرحوا فيها بالطرق ديالنا اللي ما راناش عندنا امكانيات باش نقدروا نخدموها. قلنا لهم اعطيونا الامكانيات احنا نخدموها، وهكذا با مايا ما يجيوش وما يسمعوش وما يهضروش. السكان اللي ساكنين هنايا بين القرب من هذا النبعده هاشاكم الخماش هذا، راحوا حتى لجيج الولايه وشكاو وقالوا لهم نجيو كيف بعثوا لنا شركه تنظيف القنوات تسريح القناه باش تولي تمشي. مي العطب ماشي في التسريح، العطب راهو في التويو راهو مكسر، الماء راهو يمشي في التراب راهوش يمشي في التويو. الاجراءات اللي وعدونا هما باش يديروهم يجيو يصلحوا القناه قالوا لنا وعدونا باللي جاي المقاول وجابوه لنا حتى للمكان ولا احد يتكلم. المقاول قال لك باللي اعطوني المشروع الاحد الاثنين الثلاثاء، رانا فيها اليوم الاربعاء ولا احد يتحرك منذ عام وحنا في هذه الظاهره. واش نطالب؟ نطالب من السلطات تحرك فورا لحل هذا المشكل بدون فوضى وبدون مشاكل، لأن السكان راهي تقول بأن البلدية هي اللي ما راهيش تلزم بهذا الأوامر اللي راني نطالب بها. الشعب ما حبش يدير هيجان ولا فوضى بصمت، رانا عايشين وهما راهم شايفين وصورناها وبعثناها حتى للسلطات المعنية والخاصة بلا حركة. نطالب من السلطات المعنية التدخل فورا لحل هذه المشكلة، لأن المجتمع مضرور 100%. شكرا لك سيدي على هذا التصريح، نتمنى إن شاء الله إصلاحها في أقرب وقت ممكن. شكرا لك. مرورا على هذا الطريق بمنطقة العين طبعا عبر هذه المياه يعني القديرة، كيفاش تلقوا روحكم وأنتم تلاميذ تذهبون إلى المدرسة؟ يعني الكور وحنا شغل يكون الماء بزاف شغل تربط الطريق مع الخماش، كي شغل كنجيو طالعين ما نقدروش نطلعوا من الخماش بزاف وما كيقدروش نروحوا، لازم نعديو الشط كيما نهار دار الشتا هذيك تعدي بزاف، كنا نطلعوا شغل على الشط منين ما كاينش الماء ولا توسخوا. صباح الخير سيدي، يعني شحال وانتم مضطرين من هذا منسوب المياه الذي يمتد من في منطقة العين طبعا، شحال وانتم يعني المدة اللي انتم مضطرين فيها؟ يعني على كل حال هي عندها واحد نقول لك 4 سنين 5 سنين، هي هكذا 5 سنين والحالة هكذا. الماء كيتعود الشتا بزاف، الروكار يخرج منه الماء الاخر، الماء بزاف زيكو حاشاكم يخرج منه ويعدي منه حتى للمرجل تحت، وهما يعديو منا واحد ما يسول له. عرفت كيفاش؟ يعني شكيتوا يعني السلطات البلديه؟ كاين سميها شي حاجه باينه، كاين ناس بزاف شكاو هنايا. واش قالوا لكم؟ دوكا الرد انا ما كنتش حاضر على كل حال، بصح دوكا واش شفتوا؟ مادام كيعديو منا راهم يعديو منا ويخليو الحاله هكذا ما يتولهوش، خلي كاين يتوله ولا ما يتولهش هذيك حاجه اخرى، مانيش عارف انا. وفي فصل الشتاء يعني يزيد منسوب القناه هذه القناه القديره هذه؟ اي يزيد بزاف صح بيان سور يزيد، خاطر ماكش لي روكار منا تي واسع مضيقين، كيتعود الشتاء بزاف وليو يخرجوا. طيب كيفاش؟ يعني فين الخطا يعني والخلل في هذه القناه اللي تخرج روائح كريهه والمياه الكريهه طبعا؟ يعني على كل حال هي من الجهه اللي فوق، الجهه اللي فوق خرجت الماء تاع الفيلاج براسك بالك اللي يخرج من الجهه هذه ويهبط الجهه اللي عندنا حنا هنا واللي يصرى فيضان هنايا،
كيعود الفيضان من هنا مثلا في وقت الشتاء ما تقدرش تعدي، الدراري الصغار ما يقدروش يعدي منا، فهمتني كيفاش؟ هذه هي الحال. اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي، صباحك سعيد. يعني انتم سكان منطقه الحي تعانون منذ زمان، يعني منذ فتره طويله من الزمن، من هذه المياه الكريهه التي تنبعث من هذه القناه القذره. يعني ما هي شكاويكم للسلطات المعنيه، وكم المده التي امتدت وانتم تعانون في صمت؟ السلام عليكم. عندنا واحد عام شك فوا نروحوا للبلديه التعليميه عبد القادر ولا نروحوا للبلديه الفرع البلدي هنا، نقول لهم يا ودي ها هو اللي قو هذا او شك فوا يدير لنا هكذا، يجيو الصحاب هذوك اللي ديبوشيوه كيش نقولوا لهم تطهير المياه، يجيو يديبوشيوه زوج دقائق ويجيو يروحوا، وتاع البلديه شك فوا يجي المندوب تاعهم يقول لك 15 يوم شهر 15 يوم شهر او باقي هكذا، وحنا نعانيو وعندنا المشكل تاع لو كان تجي كاش دراجه ناريه ولا يجي كاش كاميون ولا يجي ان بيتون يطيح لداخل، ها هو صرا له مشكل هذا هو، والبلديه وعلى بالهم على بالهم كامل، وشك فوا نقول لهم وهذه في الدار والريحه الكريهه للديار تاعنا هنايا ويكون خطر للمجتمع هذا هو. ومرحبا بكم كي جيتوا، الله يعطيكم الصحه الله الشان هذه، وهذا ما كان. مرحبا بك سيدي، صباحك سعيد. يعني منظر شنيع لهذه المياه القذرة التي تنبعث من هذه القناة، روائح كريهة للسكان. أنت كأحد يعني سكان المنطقة، يعني ما هي معاناة سكان حي العين من هذه القناة؟ يا أخي مرحبا بكم عندنا أتسوست، صافي دير بوندون 15 ans la saison نشوف الحفرة هذه، صافي دير المسؤولين كاع الأمير عبد الكادر هادو ما همش يخدموا لنا، هادو المسؤولين الصغار هادو اللي يحكم كرسي ما يخدمش يعمر جيبو، هاك تشوف حاشاك جيرت هالروكارة حاشا سامعين ما قدروش واش يخدموا لنا هادو، ما نسناهم فيهم والو. احنا نتمنوا الرئيس يطاكيم هذه العصابه هذه يهبطها كاع فهمت، وربي يقدروا ان شاء الله. هنا بمنطقه العين متواجدون الان صفحه جيجل تي في، معاناة سكان المنطقة يعانون في صمت من روائح كريهة، وهذه الروائح تسبب أمراضا كثيرة لهذه السكان. كان معكم معز ديم جيدر، صفحة تاسوست نيوز بالتنسيق مع جيجل تي في، شكرا لكم.